وتستمر جهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعة المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروري تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء. في هذا الإطار قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة. استمراراً لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة من اكتشاف وتدمير 555 فداناً من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر. بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية، وقد أسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة، حيث تم ضبط 54 طناً من نبات البانجو الجاف، و280 كيلوغراماً من بذور البانجو، و245 كيلوغراماً من بذور الخشخاش، و114 طناً من بودرة البانجو، و17 طناً من الهيدرو الجاف، و400 كيلوغرام من بودرة الحشيش، و481 فرشاً للحشيش، و306 كيلوغرامات من الحشيش المفروم، و50 كيلوغراماً من بذور الهيدرو المخدر، و10 مصانع للحشيش بمشتملاته، ومكبسين للحشيش، و29 زجاجة من مادة الكتامين المخدرة، كما تم العثور على رشاش كلاشينكوف وبندقية آلية و1800 من الذخائر مختلفة الأعيرة. هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.